كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي أنها كانت متواجدة خارج مصر خلال الأيام الماضية وعادت من أجل حضور حفل زفاف، لكنها في النهاية لم تحضره وحضرت جنازة الفنان الراحل سمير غانم. وكتبت هالة عبر حسابها على الفيسبوك موضحة ما حدث وقالت: أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. نزلت من دبي لحضور فرح، رحت العزاء واعتذرت عن الفرح. وكما هو معروف في الوسط الفني إن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض. وفي يوم سألت رجاء: يا رجاء، أنت ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفهمش؟ كانت تقولي: علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير، وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلصت أصدقائها المقربين جدا هم بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها. ودلال حضرت عزاء مصر كلها، وأهم عزاء ليها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش. اوعى تحسبها أبدا، سيبها على ربنا واللي رايده هيكون. الإنسان مسير وغير مخير. الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبيبك. الكلام ده كان بعد ساعات من تشييع النجوم لجنازة الفنان الراحل سمير غانم وحالة الحزن التي كانت تكسو جميع من شارك في الجنازة، لكن تبدل الحال من النهار إلى دخول الليل وشارك أغلبهم في حفل زفاف نجل أيمن الجميل في مدينة الجونة وسط رقصات على أغاني عمرو دياب. وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لعدد من الفنانين المقربين من الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وهم في وصلات رقص وغناء، أبرزهم إلهام شاهين وليلى علوي وغيرهم من الوسط الفني من شاركوا في الجنازة. وكانت الفنانة يسرى من أوائل الموجودين بجانب أسرة الراحل سمير غانم وبناته في الجنازة، واتضح من عينيها أنها كانت في غاية الحزن، لكن في المساء ارتدت فستانا أحمر أنيق وكانت ترقص بكل سعادة وبهجة برفقة عمرو دياب وتشارك الحاضرين بابتسامتها وضحكتها.